بجيك لا تقيم خليك هناك. حسن هو الوحيد اللي يعلم، لا يعلم ها؟ هو الوحيد اللي يعلم حسن. لا تعلم احد ها؟ دقيقة خليك هناك بجيك. نسحب ايش رايكم؟ تتوقع 250؟ تدري في حال فزت او ما فزت حتاخذ 250 في حال لو انت طلعت، كذلك نفس الشيء الوضع يا شباب. تمام عايز تتوقع انت تاخذ 250؟ طبعا بحول الله. نكثف الدعوات لعايض. يلا اليوم معليش الاولى دايم لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايض او علي او بندر او متعب. 250 ريال رصيدية راحت لمن؟ لمن؟ 250 تفرق يا عيال وين؟ لمن؟ والله تفرق. تشتري تميس تتعشى، الوجبة عندكم كم؟ 20 30 40. لا اوه من هنا يعني تعشي نفسك تعشى العيال وعشى ابو فمين بعد. بالله خلوكم هناك خلوكم خلوكم لايف. مساكم الله بالخير، اهلا وسهلا. ابو يمين اجلس لو سمحت اجلسوا. بجيكم يا شباب بجيكم. تبي تشوف الاحتمالية؟ ستوب. جت بين تغريدتين. نسحب مرة ثانية. والله جيت بين تغريدتين. ستوب. تكفى. نبي موسيقى بس. يلا يلا. كلام كلام بند. امسك امسك كده. حنفرح سوا حنا كذا. حنفرح سوا. 250 ريال رصيدية راحت لشخص استاهل. في نص الفقرة كان كويس مهتم، بس في النصف الثاني كان شوي يعني عايض. مبروك. السلام عليكم. عبد الله خليك بينك لو سمحت. بس بقطع ذي لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت.